معانا واحد طبعا من اساطير الكره الايطاليه، بطل العالم 1982 ونجم من نجوم نادي اليوفنتوس. جيل الحقيقه كان جيل عظيم جدا، دينو زوف، بيرجومي، فرانكو باريزي، التوبالي، كارلو انشيلوتي، انطونيو كونتي، وطبعا نجمنا النهارده في السادسه انطونيو كابريني اللي بيشرفنا طبعا بمشاركته معانا في السادسه. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك، شرف لينا انك تكون موجود معانا على شاشه الاهلي. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا. طيب خليني ابدا معاك الحقيقه بالمنتخب الايطالي، وبدايه ازاي بتشوف النهارده؟ طبعا في جوله مهمه جدا في تصفيات اليورو، ومواجهه كلاكيت تاني مره بعد نهائي يورو الاخير اللي توجد بيه ايطاليا بين ايطاليا وانجلترا. ازاي بتشوف المواجهه دي، وازاي بتشوف نسخه ايطاليا تحت قياده سباليتي؟ مواجهة صعبة جدا بالنسبة لي. أقول لكم بشكل عام أن تاريخ إيطاليا حافل بالانتصارات والفوز على منتخب إنجلترا. الشباب الإيطاليين أستطيع القول بأنهم يستطيع أن يفعلوا المعجزات في هذه المباراة. فأنا أعتقد أن المباراة المقامة على ملعب دييغو مارادونا هي مباراة صعبة جدا. سينيور كابريني اسمح لي بس قبل ما أوصل الحوار معاك، أنا طبعا لسه كنت بتكلم على نجوم إيطاليا في كأس العالم 82، النسخة اللي أنت شخصيا وزمايلك توجتوا بيها، ولفت نظري البوستر اللي في الخلفية اللي متعلق وراك على طول، بوستر إسبانيا 82. لازم أسألك على البطولة، ولازم أسألك على الجيل ده، وأهم ذكرياتك في بطولة كأس العالم 82. طيب انا بسال على البوستر اللي موجود في الخلفيه وراك على طول، بوستر اسبانيا 82، نسخه كاس العالم اللي توجد بيها ايطاليا. هي صوره لمونديال 82. أهم ذكرياتك في البطولة، أهم النجوم اللي تألقوا الجيل الذهبي الإيطالي اللي كان فيه عدد كبير جدا من الأسماء الحقيقة اللي كلهم ممكن نوصفهم بالأساطير. كان مونديالا رائعا بالنسبة لي، مختلف وبتفاصيل كثيرة. كما ترون هذه الصورة في الخلف هي مجرد ذكرى لي عندما كنت أشارك في مونديال 82. لا أعرف حقيقة ماذا يمكن أن أقول، ولكن هي ذكريات خالدة لا تنسى، أسماء عريقة في الكرة الإيطالية، أسماء عريقة نسمعها لا نسمعها تتردد الآن، كما قلت لكم مثل باولو روسي وغيره من اللاعبين الكبار الذين حملوا إيطاليا على أكتافهم. أنا فعلا منزعج بما يحدث الآن لإيطاليا عندما ننظر إلى هذا المونديال، وإلى الآن نجد فروقا شاسعة. ولكن أقول لكم أنه يمكن أن نعيد الأمجاد من جديد، ليس شيئا مستحيلا. أنا دائما أستعيد ذكرياتي وأحاول أن أتحدث مع أصدقائي الذين شاركوا معي في المونديال وكانوا في إيطاليا آنذاك، لكن كانت إيطاليا فريق عملاق، كان فريقا عملاقا. كيف يمكن أن نعيد إلى إيطاليا أمجادها من جديد، لا سيما وقد رأيناها مؤخرا في هزائمها ولم تصعد إلى كأس العالم؟ لذلك أنا أحتفل دائما بهذه الذكريات، أقول عنها دائما أنها ذكريات خالدة، خالدة في الذهن. سينيور كابريني، يعني أنا قابلت الحقيقة كثير من نجوم الكرة الإيطالية، وخليني أقول لك أنه تقريبا ما فيش اتفاق على سبب
اللي حصل للكرة في إيطاليا سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. البعض بيرى أنه البطولة نفسها، بطولة الدوري الإيطالي بعد ما كانت على قمة البطولات على مستوى العالم تراجعت بشكل كبير. الأندية الإيطالية بعد ما كانت بتنافس وكانت هي المهيمنة تقريبا على البطولات الأوروبية تراجعت بشكل كبير. حتى على مستوى اللاعبين الإيطاليين بعد ما كانت إيطاليا بتقدم أهم نجوم الكرة في العالم كله، وكان اللاعبين الإيطاليين منتشرين في الدوريات الخمسة الكبرى، أصبح اللاعب الإيطالي عملة نادرة في الدوريات الكبرى. من وجهة نظرك إيه اللي سبب في التراجع ده؟ وهل بتشوف إنه بس تغيير القيادة الفنية مانشيني ويأتي سباليتي ممكن يكون الحل لاستعادة الكرة الإيطالية لرونقها ومجدها مرة تانية ولا لا؟ دائما هذا السؤال، ودائما دائما يطرح علي هذا السؤال، لكن أقول لكم أنه بالنسبة لإيطاليا فكانت تمر بمراحل صعبة وكثيرة، ولا يمكننا أن نحدد سببا معينا لتراجع إيطاليا عما كانت كسابق عهدها، أن نعيد إلى إيطاليا أمجادها من جديد. لكن أقول لكم هي أسباب ليست فنية، هي أيضا أسباب جماهيرية وأسباب شعبية، هي أسباب تتعلق بسياسة إيطاليا، تتعلق بالاقتصاد. كما تعلمون أن الكرة ليست مجرد لعبة إنما هي حياة، هي حياة تجري في قلوب الكثير من الإيطاليين. فأرى أن الهزائم النفسية للمدربين وللاعبين هي السبب الرئيسي في تراجع إيطاليا كما رأيناها. لكن عن تجربة شخصية يمكن أن نعيد ذلك. لماذا لم تتمسكوا بمانشيني، وخصوصا أنه استعاد جزء من بريق الكرة الإيطالية في بعد نجاحه في التتويج بلقب اليورو في نسختها الأخيرة؟ ليه ما تمسكتوش بمانشيني بعد نجاحه في إعادة المنتخب الإيطالي لمنصات التتويج مرة تانية؟ ورأيك في رحيله للسعودية؟ بالنسبة لمانشيني اختار قرارا مختلفا عن هذا القرار، بكل التأكيد يرجع له بدون أن يناقشه أحد. ولكن هو نقول دائما ونحملها على المحمل الجيد أن مانشيني أراد أن ينشر خبرته الكروية في كل أنحاء العالم، ولكن المشكلة ليست مشكلة مانشيني، والأمر لا يتعلق بمانشيني، الأمر أكبر من ذلك. نحن دائما نعاني أن إيطاليا ليس بها مهاجمين، نرى النجوم المتألقين دائما في الكرة الإيطالية إما مدافعين أو خط وسط. طيب يعني هل بتشوف أنه طبعا سباليتي ليه تجربة ناجحة جدا مع نابولي، وهو واحد من بشهادة الجميع من أفضل المدربين أو المديرين الفنيين في السيزن الأخير، هل كان سباليتي هو الخيار الأمثل أو الأفضل بالنسبة لك من وجهة نظرك يعني لقيادة المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي؟ نعم، سباليتي مدرب ذو خبرة عالية ولا يقل مقدارا عن مانشيني، بل بالعكس له عقلية مختلفة أيضا عن مانشيني. رأيناه في تفوقه وانتصاراته عندما كان مدربا لنابولي. بالنسبة لي سباليتي هو الرائع، هو الشخص الصحيح في هذا المكان. وأنا أقول دائما أن سباليتي قد وضع في مهمة صعبة، لكن هو جدير بأن يعيد أمجاد إيطاليا، ولا تزال الفرصة مفتوحة أمامه لحاجز بطاقة التأهل إلى نهاية يورو 2024. ومن خلال مشوار سباليتي يمكن القول بأننا سنرى تألق للأزوري. ليس تشكيكا في سباليتي ولا في قدراته، أنا واحد شخصيا من أكثر المعجبين لي، لكن من إيطاليا سمعت وجهات نظر كتير جدا كانت بتقول أنه نجاحات سباليتي كانت محلية، في حين أنه نجاحات مديرين فنيين زي أنطونيو كونتي زي كارلو أنشيلوتي كانت تؤهلهم لقيادة منتخب إيطاليا في الوقت الحالي. رأيك أو تعليقك؟ che
بالنسبة لي هذا يعني بالنسبة لي كل منهم له عقليتهم مختلفة، لكن كما قلت لكم أن لوتشانو سباليتي هو الأنسب، هو الأجدر، هو الأفضل لقيادة منتخب إيطاليا وحملها من جديد للمواجهة والتصدي وللتقدم. أمر التدريب ليس سهلا، لابد من خبرة فائقة، لابد من معرفته بميدان الكرة، لابد من أن يكون ممارسا قبل أن يكون منظرا. من 82 تحديدا خليني أقول أنه حتى لو إيطاليا لم تنجح في بطولة ما في الفوز باللقب أو التتويج، إلا أنها دائما كانت موجودة ضمن المرشحين للفوز بالبطولة. ده كان الحال مع تعاقب أجيال كتيرة جدا قدمت الكرة الإيطالية فيها أجيال على أعلى مستوى، وقدمت أهم الأسماء كنجوم كرة في العالم كله باستثناء الجيل الأخير. وإحنا يمكن في مصر هنا سينيور كابريني عندنا شوية يعني حالة تشابه مع الكرة الإيطالية كده، في انفصال بين جيل معين عانت بعده الكرة الإيطالية زي ما حصل عندنا هنا في مصر، غابت مصر عن الألقاب والتتويج والبطولات يمكن لفترة طويلة جدا. من وجهة نظرك ده بيكون سببه إيه؟ هل القصة مرتبطة بقاعدة الناشئين؟ هل القصة مرتبطة بالأندية وقدرتها على المنافسة؟ السبب في ده إيه؟ جيد، بالنسبة لي توجد مراحل عديدة أو خطوات يمكن أن نأخذها لنفهم هذا الأمر جيدا. لابد أن نعي أن الأمر لا يتعلق بالكرة فقط، لا يتعلق بالملعب، لا يتعلق بالمباراة ولا بالجماهير. قلت لكم يا كانت هناك حرب نفسية على إيطاليا، انقسامات داخلية أدت إلى نقول أنها أدت إلى نزول إيطاليا عن مستواها، إلى انحدارها كي لا تصل إلى أن تعيد نفسها من جديد. قول أن هناك أيضا شيء من الأشياء المهمة والتي يجب علينا أن ندركها، هي أن غياب الجماهير وتوجههم إلى أشياء أخرى. كان في السابق عندما كان فريق إيطاليا يلعب خارج إيطاليا كانت إيطاليا كلها تشجعها، الآن نرى أشياء غريبة من الأجيال الحالية، نرى أشياء مختلفة، لا نرى التعصب للهوية الإيطالية، لا نرى ذلك مؤخرا في هذه في الأجيال الأخيرة. طب خليني أسألك، السنة الأخيرة أو الموسم اللي فات ثلاث أندية إيطالية نجحت في الوصول لنهائيات البطولات الأوروبية الثلاثة، هل تتوقع أنه قريب ممكن نشاهد عودة أندية إيطالية للتتويج بأحد الألقاب الأوروبية مرة تانية؟ نعم بكل تأكيد، وهذا أقول لكم هذا إعادة أمجاد كما نقول، محاولة للتغلب والعودة والتميز من جديد للفرق الإيطالية. رأينا بالفعل كما قلتم ثلاث فرق إيطالية وصلوا إلى النهائيات ولم يحالفهم الحظ، لكن ممكن أن نرى هذا من جديد، بل بالعكس يمكن أن نرى الفرق الإيطالية تحمل ألقاب وتستعيد نفسها. سؤالي اللي جاي عن اليوفي، يوفنتوس اللي أنت كنت واحد من نجومه، هل تتوقع عودة لليوفنتوس المنافسة على الأقل محليا في الموسم القادم؟ بالنسبة لليوفي تحاول أن تحل مشاكلها التي أنحتها جانبا ولم تجعلها في مقدمة الفرق الإيطالية، يحاولون أن يحلوا مشاكلهم من جديد. وأنا أقول لكم هذا يعني بالنسبة لي اليوفي هذا ليس سهلا بالنسبة لهم، أن يعيدوا تاريخهم المتألق من جديد، أن يتصدروا المشهد من جديد. أهم ثلاث لاعبين في الكرة الإيطالية من وجهة نظر أنطونيو كابريني في الوقت الحالي في الجيل الحالي؟
أهم ثلاث أسماء أو ثلاث لاعبين في الكرة الإيطالية وفي المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي. كما أقول لكم أشاهد من بعض اللاعبين الكبار في الفرق الإيطالية المختلفة حوالي ثلاث أو أربع فرق إيطالية بها بعض النجوم واللاعبين الكبار بدون ذكر أسماء لا أستطيع التحديد حقيقة أي منهم يكون متألقا. نرى الأجانب أكثر وأهم في الكرة الإيطالية في هذه الآونة. ما فيش اسم ممكن تقولي اسم واحد أفضل لاعب إيطالي في الوقت الحالي؟ أظن أنه أنطونيو كابريني أسطورة الكرة الإيطالية ونجم اليوفي السابق. بشكرك شكرا جزيلا. إيطاليا تعاني ده حقيقي، والجيل ده يمكن مختلف بشكل كبير جدا على الأجيال السابقة، وده أدى لتأثير على مستوى المنتخب اللي يمكن صحيح نجح مع مانشيني في العودة للألقاب مرة تانية بالفوز باليورو، لكنه برضه ستيل مش هو ده منتخب إيطاليا، ومش دي الكرة الإيطالية، ومش ده الدوري الإيطالي، ومش دول كبار إيطاليا اليوفي والإنتر والميلان.